عبر وسائل الإعلام الفرنسية باستخدام وسائل تقنية قوية. أصبح من الضروري إسماع صوت جبهة التحرير الوطنية، فجاءت بعد ذلك النواة الأولى للإذاعة الجزائرية. فبعد مؤتمر الصمام وكنتيجة لقراراته، قام جيش التحرير الوطني بتأسيس الإذاعة السرية صوت الجزائر المكافحة على مستوى الولاية الثالثة سنة 1958. فإلى غاية 1956 كانت تعتمد في البداية على إذاعات الدول العربية، منها إذاعة صوت العرب من القاهرة، والتي خصصت 3 برامج أسبوعية للجزائر، وكانت تبث باللغتين العربية والفرنسية. أما الإذاعة التونسية فقد خصصت برنامج هنا صوت الجزائر المجاهدة الشقيقة، تداع 3 مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى صوت الجزائر الطائرة من دمشق وصوت الثورة الجزائرية من ليبيا. انطلقت الإذاعة السرية بإمكانيات بسيطة لم تتعد عددا من أجهزة اللاسلكي التي تم توظيفها كأجهزة بث إذاعي من خلال شاحنة متنقلة عبر المناطق الجبلية والولايات، وكان الإرسال مستمرا لمدة 2 ساعة في المساء باللغة العربية وكذا الفرنسية، كما كانت تستخدم اللهجتين العامية والأمازيغية. ظل صوت الإذاعة مدويا رغم استهدافها بالقصف المتواصل من المستعمر الفرنسي. كان القائد عميروش أول من وجه خطابا إلى المستمعين باللغة القبائلية، بعد أن طلب من عبد الحفيظ أمقران الحسني اختيار شعار هذه الإذاعة، فاقترح هذا الأخير: من جبالنا طلع صوت الأحرار. وكان ذلك يوم 20 أوت من عام 1958، فتم إعلان صوتها باسم صوت الجزائر المجاهدة من قلب الجزائر. استطاعت الإذاعة السرية بفضل العاملين بها والسياسة الحكيمة لقادة الثورة التحريرية أن تكون سلاحا مجديا في يد الثوار تضاهي فعاليته الأسلحة الحربية، فعبر أمواجها ساهمت في تحقيق حلم المجاهدين في الدفاع عن القضية الوطنية وبعث الثقة في نفوس الجزائريين والرد على الدعاية الفرنسية التي مفادها أن الجزائر فرنسية، كاشفة حقيقة المستعمر الفرنسي وهمجيته. وذلك راجع إلى تنوع مضامين البرامج الإذاعية ما بين التعليق السياسي والرد على الادعاءات الاستعمارية، بالإضافة إلى بث برامج تعبوية في إطار عمل إعلامي هدفه الأول تزويد الجزائريين بأخبار الثورة وتطورات الأوضاع في الداخل والخارج. صمدت هذه الإذاعة طويلا أمام الاستعمار الفرنسي الذي حاول قطع الطريق أمام نجاحها من خلال التشويش على برامجها، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل أمام شباب ثائر ابتكر عدة أساليب للإطاحة بمخططاتها.
السبب لن يكل. وبعد تاريخ 5 جويلية من عام 1962 الذي خلص الجزائر من الهيمنة الفرنسية، تم وبموجب اتفاقية إفيان تكريس تبعية الإذاعة والتلفزيون الجزائري للسلطات الفرنسية، ما جعل صحفيو وتقنيو الإذاعة والتلفزيون يوم 28 من أكتوبر من نفس العام برفع رهان التحدي في وجه المستعمر لتسيير هاتين المؤسستين رغم قلة الخبرة، حيث شكل هذا التاريخ تحديا حقيقيا مستمدا من الروح النوفمبرية، برهنوا من خلاله على قدراتهم التسييرية بكل احترافية بعد مغادرة الصحفيين الفرنسيين المبنى احتجاجا على استبدال علم بلدهم بالعلم الوطني. ذكرى استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون ليست مجرد وقفة عابرة، وإنما موعد للتذكير بدور هاتين المؤسستين في الترويج والإعلام أثناء الثورة، وموعد للتذكير بضرورة التأسيس لإعلام قوي قادر على مواكبة التحولات الجارية في البلاد والتطورات الحاصلة في العالم. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا.